قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها كما عند البخاري لما قال نعم البدعة هذه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مبين في الرواية الأخرى، فقد روى محمد بن نصر في قيام الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند عمر في المسجد فسمع صوت الناس فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى. معنى هذا أنه قال رضي الله عنه مصرحا بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من الصلاة جماعة، لا. ولذلك إذا أردت أن تفهم الأحاديث عليك أن تنظر إلى رواياتها الأخرى.